نروح دلوقتي لزميلتنا دينا شرف ونعرف منها اخبار الطقس بالتفصيل الخاص بدرجات الحراره. دينا، يمكن شايفين انخفاض ملحوظ شويه في القاهره وابتدى يبقى فيه نسمه ساقعه بالليل كده. صحيح يا احمد، والصبح كمان في الصباح الباكر. دلوقتي هناخدكم في طبعا احوال الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتوقع ان النهارده لسه في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون مائل الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهارده في اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وفي كمان فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بيك. الناس كلها فرحانة عشان انخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، هل هيستمر معانا لفترة طويلة ولا هنرجع مرة تانية هيكون في ارتفاع، أو هيكون في ارتفاع كمان في نسب الرطوبة؟ بالفعل احنا بنشهد انخفاضات في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، يمكن كمان المناطق الجنوبية بتشهد انخفاض في درجات الحرارة بعد كده ما بتسجل درجات حرارة ما بين 41 42 درجة مئوية بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فبيحجب جزء من أشعة الشمس، فبيساعدنا على عدم الاحساس بارتفاع درجات الحراره وكمان ارتفاعات نسب الرطوبه، بالاضافه كمان وجود نشاط رياح على فترات من اليوم. نشاط الرياح ده بيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره ويقلل احساسنا بوجود نسب رطوبه في الجو، فعوامل كثيره جدا مساعدانا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. والاجواء المائله للحراره فترات النهار على اغلب المناطق الشماليه، حاره على المناطق الجنوبيه، خلال فترات الليل يعني بدانا نشعر كمان بانخفاض الملحوظ في درجات الحراره، خاصه في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بدأنا نشعر ببعض البرودة في الأوقات دي. انخفاض درجات الحرارة ده متوقع ان هو يكمل معانا على مدار الأيام القادمة ان شاء الله، مدار باقي أيام الأسبوع. لو هيبقى في ارتفاع هيبقى ارتفاع طفيف جدا في درجات الحرارة. احنا اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى تكون 29 درجة مئوية، لو ارتفعت هتكون 30 درجة مئوية، فالارتفاع مش هيكون ملحوظ، ارتفاع طفيف جدا. فاحنا مكملين في الأجواء الخريفية يعني نقول الدافية أو المائلة للحرارة فترات النهار، اللطيفة فترات الليل على مدار هذا الأسبوع كله إن شاء الله. مع استمرار فرص سقوط الامطار يعني احنا اليوم فرص سقوط الامطار على المناطق الساحليه هتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط، مطروح والاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، كمان سواحلنا الشماليه الشرقيه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. فرص الامطار دي هتكون على فترات متقطعه من اليوم باذن الله. طيب بالنسبه كمان ان في اضطراب في الملاحه البحريه في شواطئ البحر المتوسط، عايزين نطمن على حضرتك او من حضرتك عليها، وكمان ارتفاع الامواج هناك. بالفعل مع نشاط رياح الموجود معانا على مدار اليوم هيكون كمان في نشاط رياح على مسطح البحر المتوسط، سرعات الرياح هتكون ما بين ال 40 الى ال 50 كيلو متر على الساعه، فبالتالي هيبقى في ارتفاع امواج هيوصل ل 2.5 متر على سواحل البحر المتوسط، نقدر نقول ان هو مضطرب او غير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال الترزق، لان احنا كمان في فتره اجازه في ناس بتتجه للمناطق الساحليه، فناخد بالنا من ارتفاع الامواج، بالاضافه كمان البحر الاحمر ارتفاع الامواج فيه بيكون ما بين الاثنين لاثنين ونص متر، لكن نقدر نقول في البحر الاحمر ان هو مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه. طيب بالنسبه كمان للشبوره المائيه، هل مع انخفاض نسب الرطوبه هل بالتدريج كمان الشبوره المائيه بقت منخفضه؟ هو بس باختلاف التوزيعات الضغطية، لأن احنا بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وجود نشاط رياح، فهي عوامل ما بتساعدش على تكون الشبورة المائية، لكن نسب الرطوبة كلها مرتفعة في طبقات جو عليا بتؤدي لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة، لكن نسب رطوبة خلال نقدر نقول وجود الشبورة المائية خلال الأيام القادمة ما بيأثرش تماما على حركة المرور، يكاد يكون مش ملحوظ إن شاء الله، لكن قبلها طبعا لو في شبورة هتأثر على حركة المرور احنا هنقولها مع حضرتك. أكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعة اليومية معانا في صباح الخير يا مصر عن حال الطقس. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.
دلوقتي خلونا نتعرف مع حضرتك درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 29، الصغرى 21، العاصمه الاداريه 29 21، الاسكندريه 27 21، العالمين الجديده 27 21، مطروح 26 19، دمياط 28 22، بورسعيد 27 22، الاسماعيليه 30 21، السويس 30 22، العريش 28 22، كاترين 26 17، طابا 29 23، حلايب 35 26، شلاتين 37 24، شرم الشيخ 34 25، الغردقه 33 25، الفيوم 29 21، بني سويف 29 19، الوادي الجديد 33 23، اسيوط 30 20، سوهاج 31 22، قنا 35 24، الاقصر 36 25، واسوان 37 25. وبكده طمنا حضراتكم عن حاله الجو، اتمنى ان احنا ناخد بالنا في الساعات الاولى من الصباح وكمان في الساعات المتاخره من الليل من انخفاض درجات الحراره. يا ريت اللي خارج او اولادنا اللي رايحين المدرسه الصبح بدري نلبس حاجه ثقيله شويه او نتقل في الملابس شويه علشان ما يجيلناش ادوار برد. هرجع مره ثانيه لاحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، والشكر طبعا موصول لدكتوره منار.